بنرحب بحضراتكم معانا مرة تانية وبنكمل كلامنا اللي كنا بنتكلم فيه قبل الفاصل عن جلسات الحوار الوطني. وكنت بقول لحضراتكم ان في عندنا لجنتين كان ليها اجتماعات ضمن المحور المجتمع، هي لجنة الصحة ولجنة الشباب. بنكمل في الحديث عن اللي دار في لجنة الصحة اللي كانت بتناقش ملف الرعاية الصحية. قبل الفاصل كنا بنسمع دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. دلوقتي خلونا نتابع مع حضراتكم ومعانا على الهواء بينضم منا استاذ رامي عبد الباقي عضو تنسيقي شباب الاحزاب والسياسيين واحد طبعا المشاركين في لجنه الصحه. وطبعا برحب بحضرتك معانا يا استاذ رامي، وبكل تاكيد محتاجين نفهم يعني اذا كانت الحكومه عرضت طبيعه الشغل اللي عملته في ملف الرعايه الصحيه، انتم ك يعني نواب في التنسيقيه شايفين ازاي الشغل اللي تم واهم الاقتراحات او التصورات اللي تقدمت النهارده؟ اتفضل يا فندم. مرحبا بحضرتك يا استاذه لبنى وبجميع مشاهدي قناه الحياه. احنا النهارده بنستكمل اللحظه التاريخيه والراهنه في التاريخ المصري المعاصر باستكمال جلسات الحوار الوطني. النهارده كنا بنستكمل المحور المجتمعي وتحديدا في ملف الصحه. الحقيقه ان هذا الحوار كان مثمر جدا، تم طرح العديد من القضايا والمشاكل والوضع الراهن، وتم طرح كيفيه التغلب على تلك المشاكل والعديد من التوصيات. يمكن كان من أهم النقاط اللي اتكلمنا فيها النهاردة مشكلة عجز الأطباء الموجودة في المستشفيات والمنشآت الصحية العامة وكيفية التغلب عليها. حتى احنا كان بتواجهنا مشكلة ان حتى في حالة وجود عجز الأطباء ففي خطأ في توزيع الأطباء، فكان محور مهم جدا تحدثنا فيه النهاردة، بالإضافة إلى إيجاد مواد تمويل لوزارة الصحة. طبعا حضرتك عارفة أن وزارة الصحة تعتبر وزارة خدمية في المقام الأول، فتم نقاش وتم طرح العديد من الأفكار لإيجاد مصادر تمويل لوزارة الصحة نستطيع منها أن نزيد من الخدمات الصحية المقدمة دون الإثقال على كاهل الدولة. تطرقنا أيضا إلى استحداث لجنة عليا لتوحيد المعايير الخاصة بالإشراف والخاصة بالمتابعة لجميع الهيئات الأخرى الموجودة حتى لا يحدث تضارب بين الهيئات المختلفة. تحدثنا أيضا عن تطوير المنشآت الصحية وهي جزء مهم جدا خاصة في ظل اتجاه الجمهورية الجديدة نحو نظام التأمين الصحي الشامل، فلابد أن يكون التطوير طبقا لوجود لجنة فنية عليا تأخذ كافة الآراء الموجودة سواء الآراء الوقائية أو الآراء العلاجية حتى لا نفاجأ بعد ذلك بوجود مشاكل في البنية التحتية بعد تطويرها. تحدثنا أيضا عن العديد من المبادرات التي نحتاجها في الفترة القادمة، مثل مبادرة التأهيل النفسي لمصاب الحقوق، مثل مبادرة التأهيل النفسي لضحايا الجريمة التشويه الأعضاء التناسلية أو ما يعرف باسم ختان الإناث. كذلك أيضا طرحنا بعض الاقتراحات لتعديل بعض النصوص القانونية مثل قانون المسؤولية الطبية وإيجاد مصطلح جازم وثابت لتحديد مسؤولية الخطأ الطبي وما هي التعريف. تمام، كل الشكر لحضرتك أستاذ رامي عبد الباقي عضو تنسيقي شباب الأحزاب والسياسيين وأحد المشاركين في لجنة الصحة. زي ما تابعنا عدد من الاقتراحات والتصورات المحترمة والمعتبرة اللي تقدمت النهاردة، وهو ده الهدف. احنا متفقين ان الصحة دي يعني أهم حاجة يعني بيسعى عليها الإنسان، والدولة عليها واجب أصيل لتوفير الرعاية الصحية المحترمة والجيدة للمواطن. وقصة التأمين الصحي الشامل طبعا الحلم اللي اتحقق بمرحلته الأولى، والشغل كمان اللي احنا محتاجينه زي ما سمعنا كمان انه توسعت وإضافة عدد اكبر من المحافظات خلال الفترة اللي جاية، بالإضافة لتطوير العنصر البشري.